ومن بعد كيستوقوها ولات حاضرة علم. قراو فيها الأوروبيين، كي قراو فيها الأوروبيين أوروبيين قراو في بجاية بجاية، سماها سيلفستر لابوجي، معناها الشمعة المضيئة على أوروبا. بعد الاستقلال هلبوا لها الاسم، عاد يقولوا بجاية. هي اسمها في الخرائط الجغرافية تاع فرنسا مديرة بوجي، معناها شمعة، الشمعة المضيئة على أوروبا. واللي قال الشاعر وين يا طالب؟ ابن هاني الأندلسي قل داعي العراق وبغداد وشامهما فالناصرية هما إن مثلها بلد. ناصرية هي بجاية سابقا، وهذه تحولوا لها الحمديين سنة 1007 لما جاء الهلاليون، والهلاليون هذون جاءوا من صعيد مصر وجاءوا من جنوب تونس وجابوهم قبيلة الزناتة، وهم الهلال العرب اللي هنا وكل هلاليين، منهم هذون العمور، منهم ولاد ماضي، منهم ولاد دراج، منهم بني رياح في جهة الغرب في جهة الشلف، هذو كل هلاليين. وهذو وش علاقة بولادنا إلى طالب؟ لا مش عندهمش علاقة، هذو أصلا الهلاليين يرجعوا إلى بني عبس من العرب العاربة. جابوهم جاو هذو قبل سيدي نايل. جابوهم ضد النبي. وينهم؟ لا 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 لا، هذو جاو أولا قضاهم الشر في صعيد مصر، عاشوا 7 سنوات بجرات. هم يحكوها أرواحهم. وجابوهم ثاني قبيلة الزناتة استعانوا بهم، قبيلة الزناتة بربرية، قبيلة أمازيغية، استعانوا ببعضهم على بعضهم بعض، وطردوا الحمديين. الحمديين ثاني أمازيغ، طردوا الحمديين، وكي طردوا الحمديين ولا هما شدوا المنطقة تاع الحضنة، وكان يقول قلعة ذياب راها في هذول سيد إبراهيم ذياب بن غانم الهلالي، ذياب بن غانم الهلالي، الهلالي هكذا هو الكبير تاعهم، راه يقول له أبو زيد الهلالي هو القائد تاعهم. أبو زيد الهلالي تقصد الفقيه المالكي؟ لا لا، مش أبو زيد القيرواني هذاك. لا لا، هذاك راه هذاك ايش علاقته به هذاك واحد اخر؟ لا لا، هذاك انسان فقيه، هذاك أبو زيد القيرواني. أبو زيد القيرواني هذا راه كان في أيام الدولة الأندلسية، وراه عنده علاقة شوية بالأندلسيين، الأندلسيين استهانوا به. هو دار رسالة سموها رسالة أبو زيد القيرواني. قريتها، رسالة فقهية. فقهية. طيشوها له، دعا عليهم، قالوا إن شاء الله ربي خرب الدولة تاعكم. هذا ذكره من المراجع تاع المالكية، رسالة أبو زيد القيرواني. في الفقه قريتها. كنا بكري كانت مقررة على الزوايا وعلى المعاهد. ما في التعليم الأصلي بكري، المعاهد الإسلامية. معاهد التعليم الأصلي. كانوا يقرأوا الرسالة. ويرى شاملة تلقاها طهارة لا لا، حتى العقيدة أو كتاب سيدي خليل ما فيش إلا العقيدة. وهي فيها العقيدة كما ابن عاشر، ومختصر. وإنما هي فيها العبادات والمعاملات، ابن عاشر فيها العبادات برك ماكاش المعاملات، ومختصرة ثاني، وإنها رسالة رسالة بسيطة قيروانية، هي راها رسالة قال للأطفال زعما، ولكن دوك العلماء الكبار الدكاترة راهم حصلوا فيها حاجة كبيرة. إذا قلت لك نرجعوا لل الهلاليين، هما اللي جاوا قبل الأدارسة. احنا راه جدنا دريس هذا جفار من هارون الرشيد راح يقتلو، هرب للمروك. قصة طويلة ولكن نختصرها. اختصرها انا. كي جا للمروك اووه المغاربة. هارون الرشيد دار نداء قال لهم اللي يقتل يجيب لي دريس حي ولا ميت كافيه نعطي له اقليم السند. اقليم السند هذا في باكستان. سيدنا ادريس بن من؟ ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمه بنت النبي. الله ملك هارون الرشيد علاش يقتلوا؟ حب يقتلوا من اجل حاجه باه يبقى هارون الرشيد هو الشريف. هذا هو القصد تاعو. جا هارب هو، بعث له واحد باش يقتلوا سليمان بن مقاتل. قعد يعس فيه رشيد هذا يحرس ادريس. سليمان بن مقاتل ما صابلوش، في يوم من الايام كيكتب المكتوب هارون هذا ايش راشد هذا جات مهمة يطلع للشمال تطوان. راشد أمازيغي ذا. أمازيغي هو نسيبه. ويحس عليه. ملك عاد معاه وقت كبير. وهذا يتحين في الفرصة هذا سليمان بن مقاتل هذا اللي بعثه هارون الرشيد. قاعد يتحين فرصة، هو طلع للشمال مشى قال لك حوالي 15 20 كيلو وتفكر رجع، كي رجع للمسجد لقى دريس ميت والقابسة تاع السم حاطها هكذا ويشم فيها. دير قابسه فيها المسك منه والسم منه، فتح له جهه السم وحطها له هكذا وهرب. كي هرب جا لقاه ميت، دار الفزعه قابو هذيك، مشاو قابو الفزعه لحقوه في وجده كانوا يسموها الحيره، وجدوه ثم سموها وجده. وخلى زوجته حامل
بعد بضعة أشهر زاد إدريس الثاني سموه إدريس الأصغر من إدريس الأكبر. هذا إدريس الأصغر يجيب 15 ولد. 12 واحد قال فيها ثلاث روايات، رواية تقول 11، رواية تقول 12، رواية تقول 15، ما يهمناش. المهم خلنا نسل وتفرعوا هنا في بلاد المغرب، الأغلبية جاءوا مدينة تلمسان. اللي هما هذو الناس اللي منهم السلالة تاعو مقسومة، هذه السلالة كاين السلالة المشيشية تاع عبد السلام بن مشيش، فيها أولاد نايل طواودة تاع سيدي خالد، أولاد عبد الرحمن بن خليفة سيدي خالد ولاد جلال، وفيها بن سليمان. بن سليمان تاع تابلات هذوك. بن سليمان. وفيها السكناوي هذو. خليه يكمل محمد. معليش. والسلالة الأخرى سلالة المهدوية تاع سيدي علي المهدي، فيها لبازيد والله أعلم الهزارش، ومانيش عارف طائفة أخرى. ملا الأول واحد يجي المنطقة تاعنا اللي هو سيدي بوزيد، بوزيد بن علي المهدي. علي المهدي هذا بنو هذا بوزيد جاره مدفون في آفلو، حوالي 24 كيلو من مدينة آفلو، راها بلدية يسموها راه تشبه الهمل، هيدو نافلو ب 24 كيلو كي دار الافلو. افلو هذو البازيك مالهم بعد افلو فيها منطقه تاع العمور اللي هما بني هلال، العمور شعاب وسمان والبازي ولاد الدراج ولاد ماضي، هذول هما ولاهل بن علي والسلميه ورحمن والسحاري، هذو كل هذو لا بني هلال، هذو بنو هلال، هذو هلاليون. مال هذ الهلاليين هذول اضطهدوا الاشراف، العمور سلطوا على البوزين، ولاد ماضي سلطوا على اولاد نايل، السوامع ولاد الراج سلطوا على الحمالات. معنى كل العرش مضطهدين، حمالات جاهم فتره رحلوا منا كاع من المنطقه هذه، رحلوا من المنطقه هذه راحوا حتى البحبح واسترجعوا القوه تاعهم وجاوا قضوا على السوامع وقسموا السوامع. راه كاينه طائفه هنا أمي زوج عائلة زوج رفاق هنا كاين يسموهم ديالم ويسموهم رقايق، هذو سوامع. أما هنا أم في بلدية هذا يسموها بلدية خطوطيس، خطوطيس الدجال، هذا يسموه بشلال الظهراوي، والحمالات في بلاده. والسوامع الأخرين راهم تابعين دائرة المسيلة، راهم 18 كيلو من المسيلة، عدم البلدية تاعهم كلها بلدية السوامع، وعندهم بلدية صغيرة عرف فرع بلدية يسموه خباب. خباب من الأرض. ما همش وين داير؟ يا تزادون لدراج. معناها الحظمة وكل بني هلال. دراج والعرب اللي هنايا اللي ما همش أدارسة وكل بني هلال. كانوا بني هلال، بني رياح، بني سليم. ولكن كل يرجعوا للهلاليين بني عبس. من العرب العارف صافي. معناها اولاد عامر ناصر والحمالات على اساس قضيه الشرف. لا قضيه قرابه. قرابه تاع نسب. قرابه نسب. قرابه نسبيه. اخوالهم وابن عمهم ولاد البوزيد ولاد نايل والهزار الثاني. نعم سيدي هزار الثاني راه شريف اشراف. ايه هذو اشراف. ايه هذو هما الاشراف هنا في المنطقه، الهزار حمالات بوزيد ولاد نايل. يقال والله اعلم اذا صحت الروايه يقولوا هذوك راهم يقول اللي منهم الاخضر السايح. واش يقول ولاد السايح؟ ولاد السايح. وكاين الاخضر السايح الاديب هذاك. ولاد السايح بين تقرت والقراره. يقول ولاد السايح الاخضر السايح اللي كانت عنده حصه في الاذاعه، هذا شاعر شاعر واديب وعضو في المجلس قصاص. ولا لا راه زيتوني هو راه قرا ثاني الادب والشريعه. العرش تاعو يقولوا بلي السائح، يقولوا بلي اشراف. وكاين ثاني قبيله اخرى ثانيه يقولوا بلي ثاني اشراف. في حتى عائله هنا في الديالم ذكر المفتي تاع معسكر يقول في الحضنه عائله في ولاد دراج يقول لهم ديالم. يقول من عائله شريفه. ديالم. ديالم برك مش كل السوامع والله. ديالم فقط. وكاين واحد راه كتب يقول له باش عرفوه في المسيلة هذا يقول له قارن المبروك قال حتى اولاد زيد راهم اشراف. هما ثاني هنا معدودين السوامع هما قال اصلهم اشراف. مانيش عارف يقول هكذا. هذه هي المنطقه تاعنا احنا بالنسبه للاشراف، اربع قبائل يقولوا لا سيدي بن عليا ثاني.
اسمه ملك سيدي بن علي تاع دار الشيوخ هذوك تاع دار الشيوخ وسيدي بايزيد. ايوه يقولوا بلي هذوك اشراف ولاد دايلها من هذوش عليهم الهزارش حمالات والبايزيد هذو هما الاشراف. واول من جا هنا قرن قبل هذو جميعا هو سيدي بوزيد. هو سيدي بوزيد هو اللي جا الاول. هذه قاعه لمحه مختصره على تاع السجل هذه على